يعيش لبنان هذه الأيام أزمة تهدد وجوده ومستقبل شعبه ورفاهيته، وتتطلب تدخلا دوليا عاجلا قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة وتتساقط أحجار الدومينو المترابطة ويتحول العجز من احتوائها وإطفائها إلى ثقب أسود يبتلع السلم والأمن والإقليميين والدوليين. فالوضع المتأزم في لبنان ينظر بالأسوأ لكل الشرق الأوسط في حال استمرار الأمور على حالها بوقوف العالم متفرجا. المنهج الذي تتعرض له القرى الحدودية اللبنانية. سيد الرئيس، بداية نرحب بالبيان الذي صدر البارحة عن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمدعوم من دول صديقة لإتاحة فرصة لإرساء الهدوء الطويل الأمد يعطي استقرارا على الحدود ويعيد النازحين إلى منازلهم. كما نطالب باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ. إن ما نعيشه اليوم في لبنان هو نتيجة لعدم الوصول إلى حلول مستدامة، وليست سببا، بل الاحتلال هو السبب. ونقولها بكل وضوح، إنه الاحتلال فهو المسبب لكل ما نعيشه، وغير ذلك مضيعة للوقت. فطالما هناك احتلال هناك عدم استقرار وحروب. تماما الأزمة الاقتصادية. ونكرر اليوم دعوتنا لوقف إطلاق النار على الجبهات لتكون فرصة ومقدمة باتجاه التطبيق الكامل وغير المنقوص لقرار مجلس الأمن 1701 الذي أثبت قدرته على إرساء استقرار نسبي في الجنوب اللبناني منذ نهاية حرب تموز 2006 لغاية 7 أكتوبر 2023. המדיניות שלי, המדיניות שלנו היא ברורה. אנחנו ממשיכים להכות בחיזבאללה בכל הכוח, ואנחנו לא נפסיק עד שנשיג את כל יעדינו, ובראשם החזרת תושבי הצפון בבטחה לבתיהם. And we now face the risk of an all-out war. Another full-scale war could be devastating for both Israel and Lebanon. So let me be clear. Israel and Lebanon can choose a different path. Despite the sharp escalation in recent days, a diplomatic solution is still viable. Secretary Austin's comments about Lebanon just there. And make no mistake, the United States remains postured to protect our forces and our personnel across the Middle East. And no one should try to exploit this crisis or expand this conflict. The Royal Navy hasn't had an attack submarine on operations for more than 2 months. And when you do that, that introduces security risks. Cybersecurity specifically. If we see rapid developments in Lebanon, then Britain, with allies, is ready to respond. And in the last 24 hours, we've flown 700 UK military personnel to Cyprus. They stand ready to act should they be needed at short notice. Yeah,
presidente.